الكرام، مرحبا بكم. كانت واجدوا في سوق الدروش الأسبوعي، كتصنع 4 أيام مع العيد الأضحى المبارك. سوق العيد بامتياز، المشي دخلت بشكل كبير، وحنا في جولة. وقبل أن ندخل في هذا الروبورتاج أعزائي المشاهدين ومستمعينا الكرام، كنأكد بأن لقينا صعوبة كبيرة باش ناخذ استجوابات مع الباعة والمشترين أيضا، وسنحاول رصد يعني ما أمكن من التصريحات واللقاءات مع المواطنين. مش تفكر ديها الدهن احوري خصها تسقس في النهار عمالي جا الثمن مش تفكر انا ما تنسجني
يعني تو غنغدي السوق يعني حوليا نخزر ماشي ديال الاجواء غنغا كدي جن تيجي البائع يعني جن غاس تفغاس تجوز تفغاس السلام عليكم عمي حنين اختي كيفاش نسيت تشكي يعني في بويجه يعني تروح ندير عيد مليح تجوز تجوز شحال ماركة ديالي بزاف ديس بيجو ديس ديس فورما ديس ماركولا ديس من حاشي جند من مليح يعني دي معروفة معروفة يعني بيجو ماركولا دي معروفة يعني ماركولا مازال تردوغ لي الثمن مليح هذا بالخير ممكن ولا موجي تا ممكن تا موجي تا موجي الزبيب يعني الزبيب يعني الزبيب بوليتيك وهذا في الزبيب هذا في الزبيب واه واه لا الزبارة الزيتون عاود ملي خصك تحط الزيتون عاود الزيتون غتمشي تاع الزيتون وري الزيتون ماشي تلاح سدوا انا سوالا وني الزيتون طبيعي اه طبيعي هو يدق في الزرور ما يزيد الله يدق راه النار من الطاسه ديالي توي دا الشوار الشوار تاعك وتجيبو اوتوماتيك 24 ساعه شحال قال 8 ساعات واه انا ما سيديرش مازال نشينا 600 ولكن حاجه تاع الصباح 700 وني وانا نشتغل الدواله ولكن ينقص ما يم اذا صحيتني وهذا كاين هذا كاين ملي هناك ملي الدواله وينقص مولا وينقص زي ما زوزت يعني المريض وهذا يسبو من تحت الطاس وهذا يسبو له يقصح شويه من الماء جيبوا لي تقد غير لي 24 يوم من 20 هذا غير عيد
مبروك. الله يبارك فيك. 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 الله يب